ومعنا من برلين الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حول هذه التفاصيل. إذن تحية لك دكتور رضوان. ثالث قمة تجمع ما بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، هناك محاولات في هذه القمة لتعزيز العلاقات بينهما، لكن هناك خلاف حول الأزمة الروسية الأوكرانية. برأيك دكتور رضوان، هل يمكن أن ينعكس الخلاف حول أزمة أوكرانيا على مسارات هذه القمة؟ أولا اسمح لي أن أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد هنالك الكثير من المطبات في هذه القمة، وهنالك الكثير من العقبات التي لا يمكن تجاوزها دون الاتفاق أو التوصل إلى صورة واضحة ورؤية واضحة للدول الاتحاد الأوروبي أمام الدول الأمريكا اللاتينية، التي اليوم أوروبا كانت في السابق تتصرف معها بفوقية، واليوم اختلف الوضع، بل أصبح الأوروبيون يذهبون إلى أمريكا اللاتينية حتى يحققوا بعض الإنجازات الاقتصادية، خاصة بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا اليوم بعد حرب والمعركة في أوكرانيا. لهذا السبب هنالك الكثير من العقد، هنالك الكثير من المفاصل التي يجب توضيحها إلى الدول الأمريكا اللاتينية، وخاصة أنه هنالك الكثير من التناقضات في هذه القمة، أكان على الصعيد الداخل الأوروبي بين بعضهم البعض، أو أكان على صعيد النظرة للمعركة في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا من قبل أمريكا اللاتينية أو من قبل الأوروبيين. هنالك تناقضات كثيرة يجب توضيحها قبل كل شيء. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إعادة العلاقات مع أمريكا اللاتينية في هذا التوقيت أظنه أنه أتى متأخرا بعض الشيء، لأن نحن نعرف أن الدول أمريكا الجنوبية اليوم في مكان آخر، يعني دول متقدمة، دول نامية قوية، في منهم من هو في البريكس، منهم من هو في شانغهاي، كذلك علاقاتهم مع روسيا ومع الصين ومع العديد من الدول التي تتناقض سياسات دولهم مع السياسات الأوروبية. أتت هذه القمة وأتت هذه أو عدت هذه العلاقات أتت في وضع اقتصادي رديء بالنسبة لأوروبا. طيب هنا دكتور رضوان، لو تحدثنا إلى الناحية التجارية طبعا التي تهم مثل هذه الدول أو هذه الشراكات بين الجانبين، والحديث حول اتفاقية التجارة الحرة، محاولة طبعا وجود مزيد من الاستثمارات الأوروبية في دول أمريكا اللاتينية من خلال ما يسمى باستراتيجية البوابة العالمية لمواجهة برنامج ما يسمى بطريق الحرير الصيني. طبعا الاتجاه الآن هو محاولة الوقوف ضد الهيمنة الصينية في الناحية التجارية. هل يمكن أن تنجح هذه المساعي في الشراكة التجارية والاقتصادية بين الجانبين في مواجهة الصين؟ هذا ما كنت أريد أن أشير إليه. أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. أين تقع المصلحة الأمريكية للدول أمريكا اللاتينية؟ هل تقع مع شراكتها مع الصين أم تقع مع شراكتها مع الدول القارة العجوز الدول الأوروبية التي أصبحت ضعيفة اقتصاديا؟ بالتأكيد لا يمكن لأمريكا اللاتينية أو دول أمريكا اللاتينية أن تغامر بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين أو بالأحرى مع الدول الأوروبية في مواجهة الصين، وخاصة أنه نحن نعرف أن هنالك تفاوت كبير بين الاقتصاد الصيني وبين الاقتصاد الأوروبي مجتمعا. لهذا السبب العلاقات ستكون أمامها كما ذكرت عواقب أو بالأحرى مطبات وعوائق كثيرة، يجب أولا البناء على توضيحها حتى يصل إلى نتيجة. الأوروبي اليوم يسعى إلى مواجهة الصين في مكان ما لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل الدول الأمريكا اللاتينية التي المتناقضة تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية هل ستوافق على هذا التوجه؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب أرى أن يعني البروتوكولات إذا صح التعبير، هذه العلاقة السطحية كبداية ممكن أن تسبر على لقاءات على اتفاقيات، لكن لن تدخل غميقا في هذه الاتفاقيات.